لكن ثلاث ارباع. موجز الاخبار. في موقعة صعبة بيراميدز يفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف علي جبر في الدوري المصري. المستشار الرسمي لمجلس الوزراء او المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء المستشار نادر سعد يؤكد انه لن توجد مشكلة في استثناء اتحاد الكرة من اجراء الانتخابات والاجراءات الاحترازية. اتحاد الكرة بيعلن سحب قرعة الادوار التأهيلية لكأس مصر 5 يناير المقبل. في مظهر مشرف للرياضة المصرية والعربية والإفريقية، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي يتسلم جائزة الأكثر تتويجا بالألقاب في الشرق الأوسط من مؤسسة جلوب سكر العالمية وأيضا نادي القرن الإفريقي. محمد مجدي قفشة نجم النادي الأهلي يؤكد أنه بصحة جيدة وبيعانيش من أي أعراض كورونا وأنه كمان بيتمرن في بيته إن شاء الله يرجع قريبا جدا. في لفتة ممتازة من مجلس إدارة المؤقت أو اللجنة المؤقتة نادي الزمالك تقرر إطلاق اسم الراحل المستشار أحمد البكري على إحدى قاعات المبنى الاجتماعي. شفاء طارق حامد من فيروس كورونا وعودة الإصابة من جديد لعبد الله جمعة ومسحة جديدة للاعبين 48 ساعة. بقول لطارق خليك شوية لأنه كان في الجيم على طول، اهدى شوية عشان نتأكد من سلامتك بإذن الله. مهند عون وكيل اعمال فرجاني ساسي بيؤكد انه عايز يجدد بس عايز فلوسه القديمه، بيقول انه عنده عرض من الدحيل القطري. عين الحسود بتصيب علي غزال نجم سموحه، الكورونا تهاجمه ويغيب عن اللقاء، وايضا سيد سالم عن مواجهه الاتحاد السكندري مع النادي الاهلي برضه الكورونا. بعد أن تم الاستغناء عنه بطريقة غير لائقة من الزمالك، كريستيان جروس يعود مديرا فنيا لشالكة الألماني حتى نهاية الموسم. وميسي بيجدد أجازته بيغيب عن مواجهة إيبار المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل الدوري الأسباني ومحتاج جدا لده. اتحاد الكرة الطايرة بيتراجع عن قرار التعليق النشاط وبيقرر استئناف مسابقاته يوم واحد في الأسبوع وفق الإجراءات الاحترازية الجديدة. مباراتان وديتان لمنتخبنا الوطني لكرة اليد استعدادا لكأس العالم 5 و7 يناير أمام اليابان. في خطأ نرجو ألا يتكرر مرة أخرى، تأخر نتيجة مساحات الأهلي والاتحاد تحت 16 سنة سبب أزمة كبيرة جدا بعد اكتشاف إصابة عدد كبير من اللاعبين بفيروس كورونا.